التجربة ديال الفتيح اللي فتح ليا ياخذ فيه الحق. ما بغيتكمش تحيدوا هذه اللقطه، ما بغيتكمش تحيدوها. الله ياخذ فيه الحق، حلني وسدني بحال شي مخده وما عطاني حتى ورقه، ما فتحش ليا في هذا. انا ماشي ضريت فيه 20000، ضريت فيه 170000، وانا غير نقاشه، انا غير نقاشه وحق الله العظيم فراس مالي برا والحنه، ما عنديش شي حاجه، ما عنديش شي حاجه. ولا نقول لكم انا كنجمع بشويه بشويه باش كندير شي حاجه اللي نرجع عليها ياك. ومشيت عندو وتفاهمت معاه وداني الكنينك ام فتحني وسدني، ما حيد لي حتى حاجه. مده شهرين رجع لي المرض كيف ما كان. مشيت عند السكرتيره ديالو قالت لي خا جبله ما ديري الشواء، عاودي ديري معاه واحد يدوز لك ويشوف. قلت لها الله ياخذ فيه الحق، وخرج في حالتي ومشيت عند الطبيب اخر وقال لي بان السيد ما دار لك حتى حاجه، ما دار لك حتى حاجه، خاصك ديكلاري بيه، خاصك ديكلاري بيه. وانا دعيت لله ياخذ فيه الحق. ان 170000 ما جمعاش بسهوله، وانت نقاشه، ولكن الحمد لله الله ياخذ فيه الحق. وبقات فيا سلمى، سلمى قرحتني بزاف بزاف بزاف، لان زواجها يلا تزوجت مده عام ما كاملش ولا معت عام وشهرين، وحملات وفرحانه بالولد ديالها ولدات باش بالاهمال الطبي ديالو. منين عرف السيده عندها الطونسيون وعندها المرض، خاصو يقول لهم بان ما تحيدش الفانيل ديال الطونسيون، خاصو يوقف عليها، خاصو يركز معاهم على المرض ديالها. هو ما ركزش معاهم على المرض ديالها، الله ياخذ فيه الحق، هو سببها في هذا الموت. ومشيت عندها اليوم لامور، مشيت عندها لامور، آية من الجمال، آية من الجمال، والريحة اللي كتطلع منها عباد الله بغيتكم تشموها، تشموها يعني شموا ديك الريحة تفرحوا، واحد الريحة اللي طالعة منها ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. فرحت وتكيت عليها وبسها وقلت لها متواك الجنه، والله يثبتك عن السؤال. وتبارك الله ما شاء الله، شفرانها طايحين تل هنا، وحق لا اله الا الله، ما شاء الله على الشفره اللي طايحين تل هنا، والبياض والزين ما شاء الله مالك. انا بغيتها تكون في الفردوس الاعلى، انا بغيتها تكون في الجنه، وغادي الجنه بالدعوات ديالنا، بلا الدعوات ديالنا. انها مشات نفيسه، مشات نفيسه سلمى، الله يرحمها. القطاع الصحه خاصهم يشوفوا واحد النظره لهاد الناس، خاصهم يشوفوا اللي كيخدم بالنفس ديالو وكيخدم بالمعقول يبقى، واللي كيضحك على الناس وكياخذ الرشوه يخرج يمشي يدير عياده ديالو ويبنيها لراسو ويتخلص بعرق كتافو. ان الدنيا ما دايماش، والدنيا عباد الله ما دايماش، راه غيجي واحد النهار تموتوا، واحد النهار تشلوا، واحد النهار تمرضوا. شوفوا عباد الله ما خاصكمش، شوفوا سلمى ما شاء الله، ما شاء الله على سلمى، ما شاء الله على سلمى، متواها الجنة يا رب. سلمى نور، النور ديال الله، مالك مالك سلمى، سلمى بقات فينا، سلمى قرحتنا، سلمى انا نقاشه ديالها وكليان ديالها. وبغيتهم ترحموا على هذه عروسه مشات الجنه، خلات وليدها عند 4 ايام، خلات ولدها عند 4 ايام، الله يعطيها جنه الفردوس. شي حالة العائلة ديالها لا يرثى لها، أمها مسكينة لا يرثى لها، باها أمامها ما نقولش لك عليهم. وشوف هم عايشين في واحد الوضعية اللي هشة، ولكن مجمعين ودايرين إيد في إيد وما كيفوتوش بعضياتهم. أنا شخصيا ما كنجيهم والو، والله ما كنجيهم شي حاجة، أنا كليانة ديالهم وهم كليانة ديالي، ما كيفوتونيش بزاف. أنا بزاف تقرحت على سلمى بزاف، وبقات فيا بزاف، وعزيزه عليا بزاف. لا هي لا اختها هند، الصراحه كنهضر معاهم في الواتساب، كنهضر معاهم دائما. اي حاجه بغاو يديروا عرس كيتشاوروا معايا، كيقولوا لي خا تجي بغينا وبغينا، وكنوريهم اش يديروا. الحمد لله دوك الناس الله يعمرها دار، الله يعمرها دار. والسلام عليكم.